معناها هو عمل كامل متكامل فيه أكثر من متدخل. إن شاء الله ينال استحسان الجمهور، وإن شاء الله اللقاء مع جمهور الحمامات اللي هو جمهور نوعي، والجمهور هذايا بتعرفوا اللي جوه معناها مانيش باش نقول على الطريقة المصرية جمهور ذويق لكن معروف، والعروض الكبيرة وخاصة العروض المسرحية والعروض الموسيقية اللي فيها بحث كلها انطلقت من هنا. يعني شرف كبير أني نكون في الحمامات، وإن شاء الله نكون في مستوى انتظارات جمهور الحمامات اللي هو نوعية خاصة وخاصة جدا. عرض الخلد للفنان، للفنان القدير عادل بندقة، مشدة طيبة للجميع. يمتد بوح الروح في الأكوان، يا سيد الإلهام إنك شعلة لم تخبو من فكر والوجدان. الرسالة اللي حبيت نوصلها هو أنه الفنان والفنان الحقيقي هو يعني ضمير الإنسانية، وهو الذي يستشرف المستقبل، وهو الذي تعول على الأجيال باش يكون في المقدمة وينير الطريق للأجيال. هذاك علاش العديد من الفنانين يقولوا عاش يتمنى في عنبة مات على القلوع عنقود، وأنا نقول راه يلزم يعيش يتمنى في عنبة، لأنه كبار المفكرين وكبار الفنانين ما فاق بهم الناس، ما فاق بهم مجتمعاتهم وبأهميتها إلا بعد ما رحلوا. وذلك علاش الفنان بقي أنا أعتبره الحقيقي أنه يكون ديكالاج ما بينه وما بين المجتمع اللي عايش فيه، يكون سابق عصر. كان هي لافون بريمير معناها الاولى، اما 2023 هي اكثر نضج، وهي النسخه اللي باش تخرج للجمهور وباش تدور بحول الله في تونس وخارج ارض الوطن. فاللي نقول الفرق هو في النضج وفي انه تطويع الخلد للفنان للمسارح المختلفه. وقتها يولي كما قلنا اكل بيبي هذاك، يولي باش يستانس اليوم في مكان حار، غدوه في مكان بارد، يعني باش ياخذ الحياة ويتنفس ويتلقح ويبدا يمشي على ساقيه. فاليوم اول خطوات وان شاء الله تكون ماهيش اخر خطوات.
اليوم كنا مزهرين برشا بالطقس اللي تبدل كومبليتمون فرا غير البارح. الجمهور جاء اون ايتي تري بيان سور سين. هذا العرض الثاني خد الفنان. العرض الاول كان في مدينه الثقافه والفرق صغرون ما بيناتهم انه كان الاوركستر اكبر والكورال اكبر، اما بحكم المكان دونك يجينا فورماسيون اصغر. عمل الموسيقى هي بيدها، التوزيع هما بيدهم. فما زوز مغنين جاوا جدد في الاعاده هذه نتاع اليوم. كنا سعداء بوجودنا في مهرجان حمامات الدولي وسعداء دو ريتروفي لو بوبليك نتاع حمامات، وان شاء الله ديما فرحانين. رغم ياسر فريمون عرض رائع فنيا، معناه رائق جدا، تمتعنا تفرهدنا والحق بعدها رجع لنا زمن الفن الجميل الراقي الملتزم. اصوات جميله برشا، كور تبارك الله، اوركستر عزف معناها برافو، وتمتعنا بارك الله فيهم. انا اليوم عجبتني في الحقيقه من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الفرقه اللي هي قامت مجهود كبير ياسر. راهو مبدعين، انا نعتبرهم مبدعين، ونعرف بعض الفنانين منهم مدام ايمان محمد اللي جيت بالحقيقه بالذمه باش نشوفها، وعدتها باش نجي وجيت، وكانت ممتازه هي وزميلاتها وزملائها، وكانت زاد حتى البالي اللي يرقص ما شاء الله معناتها حاجه روعه.